عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير، احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نصايبو واحد نسال الطير ولا جناح الجرادة ولا نسال العصفور، واحد شنو كيقول ليه، ومعسلات عجينة واحدة غنخرج فيها ان شاء الله جوج المعسلات ولا ثلاثة، المهم ما نبداو على بركة الله. المهم راه عجينة واحدة ديروا بها اللي بغيتو. نبداو على بركة الله. عندي هنايا واحد الكاس ديال الماء فيه زعفران الحر، ها هو. عندي جلجلان مسخناه شويه ومحمر ومطحون، وسميتو حبه حلاوه حتى هي، الشمر والنافع حتى هو محمر حتى هو مطحون. عندي القرفه، عندي القرفه معلقه صغيره ديال القرفه صغيره. عندي صفر بيضه، عندي كاس ديال الزبده والزيت مذوباه، نص ديال الزبده ونص ديال الزيت، جوج معالق ديال الزبده، معلقه ديال الخل صغيره، جوج معالق ديال الخميره ديال الحلويات، جوج معالق ديال السكر سنيده، صافي. والماء العجين، المهم نبدا معكم نبداو في المقادير على بركه الله. والملحه ما نساوهاش، ها هي هي الاولى كاع شويه حيت كيجيو معسلين. هيا بنات غير شويه، ما كنديروش البيض البنات باش ما يخرجش لينا مع القليان، باش ما يديرش لنا ديك الكشكوش. جوج معالق صغار ونديرو معلقة، معلقة وحدة وهكا كافية. نديرو شي 4 غرام ديال الخميرة. معلقه صغيره ديال الخل، الخل اللي كان الابيض ولا هذا الاحمر ولا اللي كان راه كاين، هذه ديروا الزعفران ديالنا. سكر سنيده درت غير جوج معالق صغار، ولا خصنا غادي نكملو بالماء. بنات هنا الدقيق راه عندي كيلو ولا روب ديال الدقيق، القياس اللي بغيتو ديروه ديروه، كل واحد كيدير القياس اللي عندو. غنزيد شوية الماء، صافي نجمعو العجينة على بحال هاد الطريقة حتى نكملوها ونرجع معاكم. هانتوما البنات هيا دابا نخليها ترتاح
شويه ورجعت معاكم، ما شويه ترتاح. النص هو اللي عزلت لي، غندير سميتو جناح العصفور، ماشي جناح سل العصفور، ما كان رائع. نمشي على الطريقة حتى نكملهم كاملين. نخليها حتى ترتاح شويه وعاد نرجعو لها. ها هي دابا راح نصوبو هادو. المرسالة الثالثة هي هادي، ندير لها غير بهذا الشكل، نديرو غير شوية ديال الدقيق. لصقت ليكم هي ما كتلصقش، ديروا على شكل دائره مدوره. شربنا الزعفران الحر فينقى صافي، كنديروا ليها هكا، ديروا على شكل ظرف كيف ما بغيتو ديروا له الشكل اللي يعجبكم ديروه، غير كتخرقوهم وكيجيو مزيانين. صافي كنقطعوها من هنا باش كنحطوهم. تنكملو البنات كلشي عاد نديرو الزيت ديالنا تسخن، صافي نبداو نقليو. عيشتو هدا مدة 3 دقيق لا والو، دقيق لا نشا لا حتى شي حاجه، والو راه ما كتلصقش. شتو جاتها مخربقه، يلا بنات نكمل على الطريقة ونرجع معاكم. سخون الزيت البنات نحطو البوطة باش ميتحرقوش ليكم. نبقاو ديرو ليهم هكا الزيت بين المعلقة باش كيساعدهم في هداك الإنتفاخ باش يتنفخو. هكا
البنات غنكمل دابا كلشي بحال هكايا ونرجع معاكم. الريفات ديالنا دهنتهم غير بالعسل، بغيتو تغطسوهم في العسل غطسوهم يكونوا باقيين سخان وندهنوهم. هاهما شفتو عطاتنا تبارك الله راه كمية لاباس بيها. كملو البنات ورجع معاكم. هما البنات مزينتهم غير بجلجلان، هو عندي جلجلان محمر شوية صافي. غندير لهم كلشي على الطريقة هادي. ما بغيتو تزينو زينو، حتى ما عندكمش العسل وما عندكمش هادشي ولو ديرو لهم السكر كلاصي. شتي السكر كلاصي راه كيجي زوين من الفوق بلا عسل بلا والو، اللي ما كياكلش العسل السكر كلاصي ديرو في سميتو في الصفاية دردرو راه كيجي زوين. انتوما البنات الغيف ديالنا ولا المعسلات ولا سميهم كيفما كيفما عجبكم. هاهما شتوهم كيفاش جاو. تبارك الله هانتوما هاميشة البنات. ولي بغات كيما قلت لكم ديرهم في تغطسهم في العسل تغطسهم في العسل، شتو كيجيو مقرمشين مقرمشين. ما شاربين لا ما لا شاربين لا زيت لا والو، راه ما كيشربوش الزيت زعما تحبهم كيشربوا الزيت راه ما كيشربوش الزيت. نتمنى الله يعجبوكم او مبروك واشركم، الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله نتوما والعائله ديالكم. والسلام عليكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله.